ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فكره سهله وبسيطه من الكرتون وعلب الحليب الفارغه او اي علبه فارغه عندك. هنعمل احلى منظم للمكتب. فكره سهله وبسيطه وغير مكلفه. اول حاجه هجيب كده قطعه كرتون مدوره بالمقاس اللي انت عاوزاه. عندي الكرتون بتاعي ما كانش سميك، كان سمكه رفيع شويه، فقصيت دايرتين وهلزقهم على بعض بحيث ان هو يديلي سمك اعلى شويه او تكون متينه معايا في الشغل. هثبت الدايرتين كده فوق بعض. كده ادولي السمك اللي انا عاوزاه. لو عندك كرتون متين بتقصي بس قطعة واحدة وتشتغل عليها على طول. هنا خلاص انا ثبتهم على بعض، وهجيب قطعة من الفوم. طبعا كل واحد بيشتغل باللون اللي هو حبه او المتوفر عنده. انا جبت قطعة من الفوم البنك وهبدأ اثبتها على الكرتون. عشان يطلع معايا الشكل مظبوط بثبت الفوم على الكرتون، وبعد كده بقص الزوايد منه. كده خلاص انا غلفت القاعدة، هقص الزوايد وهسوي الشكل بتاعي. كده خلاص انا زي يعتبر ان انا كده خلصت القاعدة بتاعتي. هبدأ اغلف علبة الحليب او اي برطمان عندك هتقدري تشتغلي بيه، لان المنظم مش محتاج يعني حاجة تكون حجمها كبير. يعني لو مش متوفر علبة حليب تقدري تشتغلي ببرطمان او اي علبة عندك تقدري تشتغلي بيها. هنا اخدت مقاس العلبة بتاعتي وحبيت كده اكسر اللون بلون تاني ابيض. لو عندك قلم دوكو او مانيكير لونه ابيض تقدري تعملي كده نقط على الفوم، بتدي شكل بسيط كده وشكله حلو. انا هنا جبت قطعة من الفوم الابيض زي ما انتم شايفين وقصيتها دوائر بالشكل ده، وهبدأ اثبت الدوائر دي على العلبة. تقدري تغلفي العلبة الاول وبعدين تثبتيهم، وتقدري تعملي الخطوة اللي انا بعملها دي. بتقدري كده تمسكي الشكل اكتر. بنفرد قطعة الفوم ونبدأ نرص عليها الدوائر، نثبتها كويس بالشمع. لو الدايرة مش هتطلع معاكي مظبوطة تقدري تاخدي مقاسها في مسطرة الدوائر تعملي الحجم اللي انت حباه، او ممكن تجيبي اي حاجة، اي دايرة صغيرة وممكن عملة معدنية وتحددي بيها الدايرة. المهم الشكل يكون مظبوط معاك ومتناسق. انا كده خلاص لزقت كل الفوم زي ما انتم شايفين، وهبدأ اثبتها على العلبة بتاعتي. في الخطوة دي لازم الشمع يكون متسخن كويس عشان يبقى سايح معاكي، ما يبقاش عامل حجم او بروز كده تحت الفوم، بيخلي الشكل متناسق اكتر. واهم حاجة في الشغل يكون متناسق ونضيف، ما يكونش تعب او مجهود على الفاضي، بحيث انه يطلع معاكي النتيجة اللي تريحك وتفرحك. خلاص كده انا هثبت بقية الفوم. هيفضل جزء كده مش متغطي او الفوم ما كفاش معايا، فضل الجزء ده، فهجيب قطعة نفس اللون كده بالطول وهلزق عليها برضو الدوائر نفس الخطوة اللي عملتها في
الفوم ده. هنا خدت المقاس وهبدأ اسوي الشكل واثبتها على الجزء الجزء المكشوف في العلبة. اي زيادات في الفوم بقى بنقصها. هنبدأ بقى في احلى خطوة بقى في المنظم بتاعنا. بجد كانت فكرتها قمر قوي. لو وصلت معايا لحد هنا ولسه ما حطيتيش لايك، ما تنسيش تعملي لايك، ولو لسه مش مشتركة في القناة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نعمل بقية المنظم او نشوف هنعمل ايه في الجزء الفارغ ده. هنا انا قصيت كرتون مستطيل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، انا ما حددتش مقاس عشان انا مش عارفة الدايرة بتاعتك هتكون مقاسها ايه. على حسب حجم المنظم اللي انت عاملاه هتقصي الكرتون، ولو مش هتعرفي تقصي شكل المستطيل مظبوط هتشوفي اي علبة مستطيلة بالشكل ده. دي كانت علبة صابون فارغة، ممكن علبة برشام او ادوية، اي حاجة بقى متوفرة عندك بالشكل ده هتشتغلي بيها. هشتغل بالشكل الجاهز ده عشان اوفر معاكم الوقت، وهبدأ كده اغلف الدائر بتاعها بس من الجوانب. هاخد كده الثلاث جوانب دول وهغلفهم بالفوم الابيض عشان يديني شكل الكتاب. بثبت العلبة بس بالشمع عشان ما تفتحش معايا، وبثبت عليها الفوم بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بضغط عليه بس ضغط عشان يمسك كويس لان العلبة ملمسها ناعم. الجزء الرابع ده ممكن تستغنى عن خطوة انك تغلفيه، لان احنا لما بنيجي نحط الغلاف بتاع الكتاب فبتتدرى معانا. اخدت بس الثلاث جوانب زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ بقى اغلف الجزء ده من فوق. هجيب قطعة من الفوم الاصفر، اي فوم متوفر عندك او اي لون هتقدري برضو تشتغلي بيه، وهثبته بالشكل ده. الغلاف بتاعك لما تيجي تقصي لازم تسيبي اقل حاجة من كل طرف 1 سنتي عشان ما يبقاش على قد العلبة بتاعتي بالظبط. لا لازم يديني شكل اللي هو شكل الدفاتر او شكل الكتب، بيكون الغلاف بتاعها ازيد شوية من الورق بنص سنتي او بسنتي. انا سبت من الطرفين حوالي سنتي، ومن في الطول كده من فوق ومن تحت يبقى حوالي نص سنتي. انا هنا لحد دلوقتي سايبة 1 سنتي عشان لسه بساوي الفوم بتاعي وبقصه، وهوريكم الخطوة الجاية هتكون ازاي. بس لما اثبت الشمع اثبت الفوم بالشمع كده خلاص الغلاف يعتبر بقى جاهز معايا. الخطوة الجاية دي ممكن تستغني عنها وممكن تعمليها، بس انا حسيت انها تدي شكل اجمل. هجيب المقص كده وهبدأ
اعمل اسوي الاطراف دي او البوز بتاع الدفتر ده من فوق، اخده كده بنص دايرة، اخده بدوران خفيف كده، وهعمل نفس الخطوة كده في الاربع اطراف. ولو في اي زوايد في الفوم بسويها. هجيب كده اي قلم يكون لونه قريب لنفس اللون بتاع الغلاف، وهبدأ كده اعمل احدد بس شكل الكتاب من فوق، اعمل ظل كده بلون تاني بيدي شكل قمر قوي وبيخلي الشكل اوضح معايا. باجي كده من الاطراف، باخد نفس الخط الاخير كده بس دوران كده عليه. ولو مش متوفر قلم فلوماستر او قلم الوان، تقدري تستخدمي الوان خشب او شمع. حددت الشكل كله معايا، وهبدأ اعمل له ظل خفيف او زي ما بيقولوا تلطيش كده للقلم، بس بتكون حاجة خفيفة خالص. هجيب كده منديل معايا وهبدأ اشد بس الخط اللي انا عملته ده بالمنديل. بتحسي ان انت بتدمجي اللون وانت ماشيه عليه كده، بتدمجيه في الفوم بيدي شكل جميل قوي. دي خطوه مهمه لازم تجربوها في اي دفتر تعملوه. ده الشكل ده بقى الفوم اللي انا كنت قصاه معاكم الكرتون وجمعته وعملت الشكل ده. ما حبيتش ان انا اغلفه بقى تاني واضيع وقت او اطول عليكم الفيديو، لان حاسه ان الفيديو كان طويل قوي. فهنا خلاص انا عملت الاتنين الدفترين دول او الكتب، وهبدأ لو في اي فوم زايد في العلبة بتاعتي او في المقلمة هسويه واثبتهم على القاعدة. هنا لزقت العلبة وهحط شمع على الكتب واحطها برضو، احطهم كده عكس بعض بحيث ان شكلهم يكون واضح من جميع الجوانب. هنا حطيت الدفتر الاول، واللون الثاني هحطه فوقه بس هجيبه يعني مش يبقى فوقه كده بالظبط، يبقى عكسه بحيث انه يكون باين ان هو شكل كتاب او دفتر. بجد شكلهم قمر قوي في الطبيعة، ومش عارفة هم واضحين معاكم في الفيديو ولا لا. شكلهم حاجة قيمة كده بصراحة، وشكلهم يدي ان هم كتب حقيقية مش معمولين فوم او قطعة كرتون. الداير بتاع الكرتون ده انا كنت ناسية اغلفه، بس عشان الكرتون ما يكونش باين معايا هقص قطعة شريط كده طويل من الفوم وغلفته بقى بالشكل ده. الخطوة التالتة دي بقى التزيين، ده حسب رغبتك او حسب الشكل اللي انت بتحبيه. هرسم كده شكل كيتي، وممكن تستغنى عن الخطوة دي خالص وتكتفي بالمنظم بالشكل ده. هرسم وش كيتي عشان الرسمة تطلع معايا مظبوطة ويكون الجنبين نفس المقاس. بنرسم على متن، يعني بنجيب الورقة اللي احنا هنرسم عليها. تقدر الخطوة دي تعملها على الفوم مباشر، بتجيب الفوم تتنيه وترسمي على نص وتقصي، بس عشان البنوتات الصغيرين لو بيعملوا بينفذوا الفكرة معايا بفضل اعملهم على ورق الاول عشان يقدروا يظبطوا الرسمة بتاعتهم ويقصوها او يفرغوها زي ما انا بعمل كده.
بعدين على الفوم يحددوا الرسمة ويرجعوا يقصوها تاني ويساووا الشكل ويبدأوا يشتغلوا عليه. انا هنا كده رسمت وش كيتي علاماتني زي ما قلتلكوا، وبشوف المقاس لو حجمها جه كبير شوية او صغير تقدري بقى تظبطي انت رسمتك تاني بايدك، وبالمقص برضو لو في اي زوايد بتشيليها. ولو المنظم ده المنظم معمول لولد تقدري تعملي ميكي ماوس، تقدري تعملي اوليف او اي شكل انت حابة تعمليه، ممكن شكل سبايدر مان. الاولاد بتحب الاشكال دي قوي، لكن انا عاملاها البنوتة فحبيت اعمل وش كيتي. هنا زي ما قلتلكو انا رسمت الرسمة على الورق وبعدين هحددها على الفوم وافرغ الفوم. خلاص ده الشكل النهائي معايا. قصيت كده دايرتين جبتهم بطول شوية يدوني رسمة العين، والشوارب بتاعتهم كده او مش عارفة الشنب ولا ايه، الشعر اللي بيكون في وش كيتي. قصيت 6 قطع، وهنا المروحة عملت معايا الواجب وضيعت الشكل، بس هتشوفوه بقى لما ألزقه بالشمع. دلوقتي هبدأ كده اثبت الشكل بتاعي، وقصيت الفم بتاعها باللون الأصفر. حبيت أعمل تناسق في الألوان، دخلت لون الأصفر في الفم بحيث ان هو يبقى ماشي مع لون الدفتر بتاعي. هقصه في يونكا باللون البينك. جبت قطعة مستطيلة وبدأت كده أقصها من الجوانب. هجيب كمان قطعة مدورة تكون يعني درجة اللون، انا جبتها كده فوم جليتر درجتها كانت اغمق شوية. هثبتها كده بالشمع الاول في الفيونكة بتاعتي، وبعدين بالقلم هحدد شكل الفيونكة. مش لازم يكون القلم نفس اللون، لو متوفر قلم لونه اسود بيدي شكل واضح برضو وجميل، بيحدد الشكل وبيبينه اكتر. همشي بس كده على الاطراف بتاعتها. وهاجي كده من النص من عند الدايرة اللي انا ثبتها، وهعمل 3 شرط في النص كده من الجنبين بحيث ان الشكل يكون واضح معايا. هنيجي بقى كده على وش كيتي ونبدأ نجمع الاجزاء بتاعتها، الفيونكة والعيون والفم والشوارب زي ما قلتلكو. هنثبتهم بالشمع. لو مش هتقدري تحطي العيون مظبوطة تقدري تاخدي المسافة بالمسطرة، يعني لما تثبتي العين الأولى تاخدي المقاس من طرف الوش بتاع كيتي وتعمليه في نفس المقاس الناحية التانية، وبعدين تثبتي العين. أو ممكن تحطي نقطة هنا بالقلم الرصاص وقصادها نقطة تانية وتاخدي المسافة وتثبتي العيون بحيث انها تكون مظبوطة في الشكل اللي انت عملتيه. وهنا بقى الخطوط بتاعت الفوم دي هبدأ اثبتها في الجوانب كده يديني شكل الشعر بتاعها او الشوارب كده. خلاص شكل كيتي بقى جاهز معايا. هبدأ اثبتها على الدفتر من فوق، بس عشان تكون ثابتة معايا اكتر هتجيبي خلة او عيدان الشيش طاووق، هتقطعي منها جزء يكون نفس المقاس بتاع الدفتر عشان تقدري تثبتيها كويس.
هاجي كده هضغط ضغطة بس بيها على الدفتر بتاعي عشان احدد مكانها، وبعدين هشيلها تاني احط عليها نقطة شمعة عشان تكون ثابتة ومتينة معايا ما تخلعش بسهولة، واثبتها بقى في المكان اللي انا حددته بالعصا او بالشيش طاووق. خلاص كده الشكل بقى جاهز معايا، بجد شكلها قمر قوي. عندي الجزء اللي هو قدام المقلمة ده فاضي، تقدري تحطي فيه وردة او فصوص او اي حاجة عندك تقدري تستخدميها. ممكن تحطي وردة كده تدي شكل يكون الوانها متناسق مع المنظم. انا عندي الوردة دي حسيت ان درجاتها كده ماشية معاها حلوة، فهثبتها في الجزء ده بدل ما تفضل فارغة. حسيت انها كسرت كده معايا اللون والشكل متناسق معاها، هثبتها بالشمع. وبكده خلاص انا خلصت تدين المنظم بتاعي. شكلها بجد قمر قوي، تقدر تستخدميها كمنظم على المكتب للأقلام. هتاخد كمية أقلام كبيرة لأن حجمها كبير، أو تقدر تستخدميها على تسريحة البنوتك تحط فيها الحاجات الخاصة بيها. بجد فكرة قمر وسهلة وبسيطة، أتمنى تكون عجبتكم، وأسفة لو كنت طولت عليكم الفيديو بس حبيت أوصل لكم كل الخطوات مظبوطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.